عرفت شو عم باكل؟ مانجا مقشرة ومقطعة. شو طيب؟ طيب من وين بيجي المانجا؟ معقول المشمش بس يكبر كتير على الشجرة بيصير مانجا؟ أو معقول يكون الدولفين هو اللي بيعطينا المانجا؟ وبركي الماما بالبيت تصنع من العجين مانجا. خلينا نشوف الأصدقاء شو رأيهم. من الطاولة. شكراً. المزارع اللي بنزرعهم. المحل. من الدكانة. الطاولية. أصدقائي، مانجا ما بتجي من المشمش ولا الدولفين هو اللي بيعطينا المانجا، والماما بتحضرنا بالبيت حلو كتير طيب، بس المانجا فاكهة مش أكلة حلوة. لنعرف من وين بتجي المانجا خلينا نحضر سوا. أول شي بدي أخبركم إنه الهند هي من أول الدول اللي زرعوا المانجا، وهيدي هي بذرة المانجا بيزرعها عم الفلاح وتعطينا هيدي الشجرة. من بعد ما تزرع شجرة المانجا تعطينا هيدي الثمار. بيقطف عم الفلاح حبة المانجا وبيبعتن على السوق. وهونيك في شي بياخدوها محلات الخضار والفواكه، وفي شي بيروح على المصانع وبيتقشر وبيتقطع بينحط بعلب، وفي شي بيستخدموه للعصير. طيبي طيب هاللقمي من وين؟